لا أحد منا ينكر خصوصية النقل عن طريق المترو وترامواي وتميزهما عن باقي وسائل النقل الأخرى، سواء من نوعية الخدمات المقدمة وحتى التغطية الأمنية المتوفرة هنا والمدعومة بشبكة من الكاميرات المزروعة في شتى مداخل ومخارج وأنفاق المترو وحتى على سكة الترامواي. في عدد اليوم من برنامج بالمرصاد سنرافق الجهات الأمنية المتمثلة في وحدة شرطة مترو الجزائر، أين سنرصد لكم مهامها اليومي في الحفاظ العام على النظام العام ومحاربة شتى أشكال الجريمة، فلنتابع معا. ما يلاحظه المرء بالمحيط الخارجي لأنفاق المترو أو داخله وخارجه المربوط بخطوط سكة ترامواي، حضور عناصر الأمن الوطني بالزي الرسمي فضلا عن آخرين بالزي المدني الذين ينتشرون وفق مخطط العمل اليومي وتنفيذ التوجيهات المقدمة من طرف قائد الكتيبة لما يتميز به من أحداث وحوادث. تتوفر كل محطة على مركز للشرطة يضم عناصر من أفراد الأمن الوطني، فكل كتيبة تنقسم إلى ثلاثة فصائل تتناوب على التغطية الأمنية على مدار ساعات عمل المترو على مستوى 19 محطة، ستضاف إليها لاحقا محطات جديدة. تشكيلات أمنية راجلة وأخرى راكبة تعمل على محاربة شتى أنواع الجريمة ورصد كل التحركات المشبوهة لأصحاب النوايا الإجرامية. قالت أن ولاية الجزائر متمثلة في جمهرة شرطة النقل تشكيلات أمنية راجلة وراكبة موزعة على طول خطي مترو وترامواي الجزائر، تعمل على محاربة شتى أنواع الجريمة البسيطة والمتوسطة، كما يتم رصد كل التحركات المشبوهة لأصحاب النوايا الإجرامية عن طريق كاميرات المراقبة المنصبة في كل محطات المترو المقدرة بحوالي 670 كاميرا، حيث يتم تأمين حوالي 120 ألف مسافر يوميا في المترو وحوالي 70 ألف مسافر يوميا في الترامواي. نحن من داك الزي المدني من داك بالزي الرسمي، عندنا المهام تاعنا ندورو في 19 محطة، مراقبة الأشخاص المشبوهين، مراقبة تأمين المسافر، حماية المواطن وملك الدولة. عندنا 19 محطة أشخاص مشبوهين نراقبهم، عندنا مراكز الشرطة، الأماكن الحساسة المتواجدة داخل المحطات طوريات على مستوى 19 محطة. ولتسليط الضوء على مهام هذه الفرقة التي تسهر على تأمين المسافرين عن طريق كافة الإمكانيات المادية والبشرية، رافقنا رجال الأمن الوطني في مهامهم اليومية بهذه الوسيلة التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين نظرا لتميزها عن باقي وسائل النقل بنوعية الخدمات أو التغطية الأمنية. البداية كانت من قاعة المراقبة المزودة بقرابة 700 كاميرا المنصبة عبر محطات المترو، فالمحطات 19 تحت المجهر، فهنا تتم متابعة كل صغيرة وكبيرة لتسهيل من مهام رجال الأمن الوطني المتواجدين في الميدان. تصل العاملة على مستوى قاعة المراقبة برصد كل التحركات المشبوهة وفي حال تسجيل أي تجاوزات غير قانونية من قبل أشخاص مشتبه فيهم، تقوم بتوجيه إرسال مباشرة لعناصرنا العاملة في الميدان للتدخل بسرعة، وفي حال تسجيل قضية سرقة يكون عمل العناصر المتواجدة في قاعة المراقبة بسرعة واحترافية من خلال إعادة مشاهدة الوقائع، مكان مرور الضحية والأشخاص المشتبه فيهم الذين كانوا بالقرب منه واحتمال تورطهم في القضية للتعرف عليهم مع نشر مواصفاتهم لعناصرنا الميدانية من أجل توقيفهم قبل خروجهم من المحطة. عندنا قاعة الكاميرا، قاعة الإرسال، هما اللي يعطونا تعليمات أو أشخاص لترصدهم بالكاميرا، هي 90% نخدموا قاعة الإرسال والمراقبة، هي اللي دور هام في المهام تاعنا. فهنا بمركز الشرطة بمحطة ساحة الشهداء
تقدمت فتاة للتبليغ عن ضياع هاتفها النقال. مباشرة بعد الاستماع تم الإرسال وتبليغ غرفة المراقبة وتوجيه الضحية لإحدى الكاميرات وعرض الفتاة للتعرف عليها. معليش غنبداو كنشوفو بالامكانيات اللي عندنا ان شاء الله التليفون تاعك يرجع وما تقلقي ما تخافي ما كان والو باذن الله يرجع لك الهاتف النقال ديالك. معليش غنبداو نديرو البوسيبل ديالنا باش يرجع لك الهاتف ان شاء الله هاي ما تقلقيش. اختبار المحطة نعلمك تقدمت عندنا فتاة هنايا تقول باللي كاين الهاتف تاعها ضاع لها دونك حنا ما على بالناش اسكو تعرضت للسرقة ولا راح الضياع دونك نوجهوها للامكانيات المعروفة تاعنا وشوفوا واش كاين. ريسي هذا هو المعمول به دونك نخدموا بها برك اونفاسلي موان فيزيال باش نتعرفوا على لا سيلوات برك تاع الضحية باش نشوفوا واش هي لابسة. إليه متأكد أورو ترى يتقدم معنا في متابعة تقدمت عندنا فتاة هذه راهي محل ضياع هاتف نقال دونك حنا نشوفوا بالامكانيات تاعنا مع قاعدة الارسال تاعنا اذا كان هذا الهاتف كان محل ضياع ولا محل سرقه ونوجهوا حنايا الفرقه العامله عندنا ونيفو دو لاستاسيون باش يباجروا بالمهام تاعهم ويسيو يوقفوا هذا اللي قام بالفعل هذا اذا كان محل سرقه واذا كان محل ضياع راح نوجهوها لاقرب محافظه شرطه لتقديم بلاغ بضياع هاتف نقال ودوكا تكملوا معنا وتشوفوا الاجراءات اللي بقات كونسيرنو لا ميسيون هذه المهمه هذه. بعد استقبال الارسال والتعرف على الضحيه شرع العون المستغل لجهاز الراديو وكاميرات المراقبه بمركز الارسال والتنسيق في مهامه. الدقه والسرعه في العمل عاملان مهمان في هذه اللحظه. تقدمت الى عناصرنا العامله بمحطه ساحه شهداء احدى المسافرات قصد اخطارهم عن تعرضها لضياع هاتفها النقال من نوع ايفون. من جهتنا وبعد استغلالنا لكاميرات الحماية والأمن تم تتبع مسار الضحية والتعرف على شخص مشبوه قام بإدخال يده بحقيبة سالفة الذكر. على إثر هذا البلاغ قمنا بنشر جميع مواصفات المشتبه فيه في عملية السرقة. متابعة دقيقة لتحركات الفتاة يثبت بالفعل أنها تعرضت للسرقة. توجيه إرسال للعناصر المنتشرة في الميدان ووصف المشتبه فيها. لا راه العربه راهي خذات الانطلاق من محطه 26 ولا انديفيديو راه ركب فيها دونك نكونوا واعيين. جاتك لابوزيسيون تاعو وركب العربه انت الحق كان تاع البغي. ريسي دونك افو دو بالي كامل لارام دونك الاجراءات المعمول بها دونك نباليو كامل لارام بور لانترسيبتي الانديفيديو هذا. الحق الكاس على البغي. اي وصل لارام وراه يا محمد شوف الى في الكنس كيدو يرحم باباك شوف باش نهيئوا روحنا. هنا يبدا عمل فرقه الدعم والتدخل المتواجده بالميدان. الاحترافيه والخبره في التعامل مع هذه القضايا سهل من مهمتها لتقوم بتوقيف المشتبه فيه في وقت قياسي هنا بمحطه المعدومين. المحطة في الاستماع في الاستماع. تري بيان برافو عليكم سي لو ميم انديفيدي دونك من جهتكم برك باحترافية في النقطة باحترافية ديلي.
العناصر المنتشرة في الميدان لا يتوقف عملها هنا فقط، فهي تعمل بشكل دائم دون كلل أو ملل للحفاظ على النظام العام وتأمين المسافرين، وتقوم أيضا بمراقبة وتفتيش الأشخاص المشبوهين. فهنا بمحطة المعدومين وقفنا لبضع الوقت رفقة أفراد الشرطة الذين صاروا يمتلكون الخبرة في اكتشاف الأشخاص المشبوهين من خلال الحركة ولغة الجسم، وحتى أولئك الذين يتظاهرون بالبراءة لإبعاد الشبهة عنهم يمكن استدراجهم واكتشاف ما بحوزتهم من الممنوعات من مخدرات ومهلوسات وأسلحة بيضاء، أو يكون ضمن قائمة الأشخاص المبحوث عنهم. وشني هادو يا أخي؟ هادو صاروخ و ها؟ وهادو مروحة. بس على بالك بلي هذا السم. على بالك بلي السم محرم وشيخ حرام. اليوم عندي إكزامان باش نيفيتي هذاك ستريس وتصوالح، درت هاد الصوالح وعلى بالي بلي يعاقب عليها القانون صراحة. واش تخدم أنت في المجتمع؟ أنا بروندي ومام تيتيدو تاع اللغة الألمانية. اللغة الألمانية؟ اه اللغة الألمانية. الله يبارك. ومخلي روحك لهذه الدرجة هكذا. شو على الاكزام صراحه والله ما درت صوره في والو، مين يمسك شغل مين تكون عندي اكزام ولا باش ايفيتي ستريس من يكون يجي السقسي فيا. على بالك بلي هذه الظاهره هذه راك انت ايتيديو، على بالك بلي عاقب عليها القانون الجزائري ها والاجراءات تاعها صارمه جدا، والتعديلات القانونيه المؤخره اللي دارها صارمه عندها فهمتني. على نظري وهكذا حياتي تضيع صراحه، واحد راه شو راه شاقي وتعب وخاسر دراهم، خفت حياتي تضيع بسبب هذا الشيء. لا بروف عليك هكذا دوك تتحول وتاخذوا معك الاجراءات القانونيه اللازمه، حولوه دلوا لي مينو تاعو فهمت دلوا لي مينو تاعو فهمت. اي ساكادو تاعو تشتد عملية المراقبة أيام لعب مباريات البطولة لكرة القدم، أين تم هنا ترصد لعملية بيع التذاكر بصفة غير شرعية وتبليغ الفرقة المتواجدة بالميدان، وبعد عملية تفتيش دقيقة للمشتبه فيهم تم حجز التذاكر ومبالغ مالية وتقديم المشتبه فيهم للجهات الأمنية المختصة لمواصلة إجراءات التحقيق. كاين اشخاص طيب داك مشتبه فيه على حسب الخبره تاعنا في المراقبه الروتينيه، نحكموا اشخاص متلبسين بالمخدرات الاموال الاسلحه البيضاء، من داك نجيبوا الامر بالقبض للمنتظري ما تاعنا كل يوم فيها قضايا. فهذا الشخص واحد من بين الأشخاص الذين تم توقيفهم بعد الاشتباه فيهم، فبعد توقيفه وتفتيشه والبحث عن إمكانية تواجد اسمه في قائمة المبحوثين عنهم قضائيا ثبت أنه مشتبه به في قضية إضرام النيران بإحدى الغابات ليتم تحويله مباشرة للمصالح المختصة. صحنا من خلال الوسائل التقنيه اللي عندنا بعد عمليه التنقيب تاعك دونك لقيناك راك مبحوث عنك من طرف المصالح القضائيه فيما يخص قضيه تاع اضرام العمديلي للنار، دونك على هذا الاساس راح نحولوك للكوميساريه باش نكمل معك باقي التحقيق وباقي الاجراءات القضائيه. كتيبة مترو الجزائر لها فرقة خاصة تابعة للوحدة التقنية لتفكيك المتفجرات بالجزائر العاصمة، تعمل على التدخل السريع في حالة وجود أي كيس أو حقيبة مشبوهة، وهو ما سنشاهده في الصور التي رصدتها كاميرا فريق بالمرصاد بعد أن قام أحد العناصر التابع لفرقة الدعم والتدخل بالتبليغ عن وجود حقيبة مشبوهة في بهو إحدى المحطات. سيسبكتا بعت لي كيف برك كي أولا كي دو شفاك مباشرة كي أ رصيف رقم واحد Thank you.
شوف لي بريغاد كانين. تاع الفانك كانت بوزيتيف ابري لا كونفيرماسيون بوزيتيف استعملنا فرقه الانياب اللي كانت تسمى ماشي بوزيتيف وهنايا البلاستيك كان يكتشف لنا ما بداخل الحقيبه تعتبر على قارورتين ماده سائله اللي صابانو كما يقولوا تسهل لنا باش نقدروا نديروا لابروش لا فوي مينيسيزمون مانيوال اون با فير لابروش باش نزيدوا نكملوا المهام تاعنا. Manuellement, on a pu faire l'approche. C'est ma bête de t'écouter le flash scan, mais les macaques m'ont donné une fatigue ou les macaques ont déjà les cheveux mauvais de une fatigue. Les cadrena, mais je ne charbe pas ça quoi. C'est un produit liquide. Il s'agit d'un désodorisant et un produit liquide parfumé. يعني اللي راح يكون توضيح كانت الإشارة الإيجابية تاع جهاز الفنك مؤكدة وثابتة. C'est un produit chimique. من درجة ثانية استعملنا فرقة الأنياب لشيان بوليسي بور كونفيرمي ينوزا كونفيرمي بلي ما كاش لاسي ومن موراها استعملنا الفلاسكان باش نكتشف ما بداخل الحقيبة وقمنا بالتفتيش يعني مادام كان كلش أوردونجي اللي قدرنا باش نديرو لابروش وفتشنا الحقيبة ولا شيء يذكر ولا شيء يستحق يعني كما يقولوا بور نو با بانيكي المواطن هنايا. الحمد لله جرت في ظروف حسنة وكل شيء على ما يرام. هذه ريحة هاي اللي كغرض تاعك مواطن ساعة ولا هكذا خليها على 14 كي يجي كوردوني اكسيتيرا شكون مولاها شكون كذا وفيزي المحطة وعاود رجع كلش للطبيعة. حراقين كما يقولوا فرقة دائمة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة الحضور تاعهم دائم يعني توجور تسمى افون لوفيرتور عندنا اون انسبكسيون افون لوفيرتور ابري لا فيرميتور تسمى كما يقولوا مالغري ابري لا فيرميتور وكذا الفرقه تبقى تما توجور على المناوبه لمده 24 ساعه توجور حنا تحسبا يعني نديروا احتمال يعني كما تكونوا لا مانتونونس الفرقه الصباحيه اللي تبدا 5 دي ماتان كاش ما يلقاو يعني اون كاش ما يلقاو الحضور تاعنا حنا سير بلاص للتدخل. جمهرة شرطة النقل المستفيدة من تكوين خاص وعالي الدقة لمنتسبها وخبرة ميدانية في التحكم والأداء واحترافية كبيرة في التعامل مع كل أشكال الإجرام أثبتت جدارتها في الحفاظ على النظام العام ومنع كل أشكال الاحتداءات والتجاوزات وحماية المسافرين وممتلكاتهم. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه هي كواليس وحدة شرطة مترو الجزائر أين رصدنا لكم صور حصرية لقضايا تم معالجتها مباشرة في أرضية الميدان. إذن نلقاكم العدد المقبل مع مهام أخرى وفرقة أخرى كونوا في الموعد.